مجلسنا الليلة مع سيدنا رسول الله مجلس مبارك نعيش فيه مع قصة من قصص الحبيب. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي جعل يتغشاه الكرب، فقالت السيدة فاطمة الزهراء: وكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما دفن قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه. ثم قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي النبوي الشريف عندما يتمعن فيه الإنسان يصيبه الأسى والحزن من لحظات وفاة سيدنا رسول الله. رب العالمين يقول لنا في القرآن: كل نفس ذائقة الموت، جاءت ثلاث مرات في القرآن. ويقول جل وعلا أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، بخاطب النبي: أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول الكلام ده لسيدنا النبي، يبقى كده أسأل نفسي وتسأل نفسك سؤال: هل منا أحد يستحق البقاء في هذه الدار؟ مفيش. إذا كانت الدنيا تدوم لأهلها، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ربنا يقول كده في القرآن: كل نفس ذائقة الموت. طب الملائكة يقولوا: لسنا أنفس، أنا أجسام نورانية. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل من عليها فان. طب الملائكة مش على الأرض؟ يقول جل وعلا حاسما القضية: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ربنا يقول لسيدنا النبي كده في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وانت نايم دي اسمها الموت الصغرى. طب لما يأتي الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت، لا فارق بين نفس ونفس. ما تقولش ده صغير وده كبير، ده غني وده فقير، ده ذكر وده أنثى، لا. القبر باب وكل الناس داخله، والموت كأس وكل الناس شاربه. ومن رحمة ربنا بينا أننا لا نرى ملك الموت. ممكن لو ملك الموت دخل الآن وقبض روح واحد فينا، ممكن الباقي تزهق أرواحهم من شدة هول الموقف. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو شافوا الملك يموتوا، لأن الملك له 600 جناح، الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب، يبقى بقية الأجنحة عاملة إزاي؟ شكله عامل إزاي الملك؟ لا نستطيع أن نقاوم هذا. فمن رحمة الله بنا أن خفف علينا ولا نرى ملك الموت إلا عند الموت مرة واحدة، إنما لو شفته في حياتك كده هتموت من غير حاجة. فالحديث اللي معانا ده قصة عجيبة، حوار دار بين السيدة فاطمة الزهراء وبين سيدنا رسول الله، ثم دار بينها وبين الصحابة، ثم دار بينها وبين سيدنا أنس بن مالك. سيدنا أنس راوي الحديث وده خادم النبي، قعد 10 سنوات يخدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: لما ثقل النبي، ثقل يعني إيه؟ يعني في سكرات الموت، النبي بيعاني من سكرة الموت.
وكان النبي يقول إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرة الموت. طب لما حضرته الوفاة سيدنا النبي، ستنا فاطمة الزهراء دخلت عليه فأسر إليها سرا، فأمت السيدة فاطمة بكت، ثم أسر إليها سرا آخر فضحكت. فستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل السيدة فاطمة الزهراء لماذا تبكين ثم تضحكين، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. ده سر بيني وبين النبي، ما ينفعش إن أنا أفشي سر النبي. وبعدين ستنا فاطمة بتقول وكرب أبتاه، يعني وكرب حزينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكرب أبتاه وحزناه عليك يا أبتي، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن الله أطلع نبيه أنه سيلحق بردا، خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى سيدنا أبو بكر، فالصحابة قالوا له يا أبا بكر إن النبي يقول إن عبدا، ما قالش عن نفسه، ولكن الصديق علم أن النبي يتحدث عن نفسه، وكانت خطبة الوداع وحجة الوداع وكانت كلها أشياء قبل الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله أن موعد وفاته قد اقترب. فسيدنا أبو بكر علم بهذا الأمر، فلما دخلت ستنا فاطمة الزهراء على سيدنا النبي وقالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. فلما مات سيدنا النبي تأكدت من وفاته، قالت يا أبتاه، شوف أجمل كلمات نعي بها أحد في تاريخ البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة، كلمات دونها التاريخ للسيدة فاطمة الزهراء بحروف من نور. شوف بتقول إيه، يا أبتاه، قمة الرحمة والحنان وقمة الرأفة وقمة الحنو على أبيها، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، إلى جبريل ننعاه، جنة الفردوس مأواه. شوف الكلمات، كلمات مباركة، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، لبى نداء الله، إلى جبريل ننعاه، مش هننعاه للناس ولا للبشر، إلى جبريل ننعاه، لأن الوحي هينقطع بوفاة النبي، جنة الفردوس مأواه، لأن سيدنا النبي قال إيه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة. وقال لنا إن الفردوس ده أعلى درجات الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبعدين لما دفن سيدنا النبي وشافت بقى التراب على قبر رسول الله، بتكلم سيدنا أنس، يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يا أنس تضع التراب على النبي يا أنس؟ فبكى سيدنا أنس وبكى الصحابة. ووفاة النبي دي كانت مصيبة كبيرة للصحابة، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن زيد قال اللهم أذهب بصري حتى لا أرى بعد رسول الله أحد، يدعي ربنا أن ربنا يذهب بصره، فأذهب الله بصره ولم يرى بعد النبي أحد. سيدنا عمر يمسك بسيفه ويقول من قال بأن محمدا مات ضربت عنقه بسيفي هذا، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. لازم واحد يفوق الصحابة. فقام سيدنا أبو بكر قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ففاق سيدنا عمر، فاق سيدنا عمر من كلمة سيدنا الصديق. وسيدنا أبو بكر كان لازم يقف هذا الموقف، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لا، سيدنا النبي انتقل إلى جوار ربه، لأن الله جل وعلا كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. يبقى القصة بين سيدنا النبي والسيدة فاطمة الزهراء، الموقف الأول قالت وكرب أبتاه حزينة، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. الموقف الثاني لما قضيت روح النبي
وخرجت روحه إلى بريها قالت يا أبتاه، بتنعيه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه، جنة الفردوس مأواه. موقف الثالث، تقول لسيدنا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. السيدة عائشة عايزة تعرف لماذا بكت السيدة فاطمة ثم ضحكت، لماذا؟ فسألت بعد وفاة النبي، فقالت لها السيدة فاطمة: لما دخلت على أبي في المرة الأولى أسر إلي أنه سيلحق بالرفيق الأعلى فبكيت، وفي المرة الثانية أسر إلي أني أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. كان عمرها كم سنة السيدة فاطمة؟ 28 سنة، وماتت بعد رسول الله بستة أشهر. أنت لما تشوف كده الأحزان في حياة النبي، ولد النبي ولم يرى والده، بعد 6 سنين ماتت أمه، بعد 8 سنين مات جده، بعد شوية مات عمه، ماتت زوجته السيدة خديجة، مات ولده القاسم، ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم، مات إبراهيم ابن النبي، مات عبد الله قبل إبراهيم، مات عمه الحمزة. الأحزان بتتجدد في حياة النبي، وربنا يقول للنبي إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول له: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول له: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الموت علينا حق، مهما عمر الإنسان في الدنيا نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. ما الدنيا إلا كبيت نسجته العنكبوت. المكان اللي احنا قاعدين فيه ده بقاله أكثر من 1400 سنة. الجامع ده بنى سنة 21 هجرية، شوف، من أيام سيدنا عمرو بن العاص والصحابة معه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، الإمام الليث بن سعد، الإمام الشافعي، الإمام العز بن عبد السلام، الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام جلال الدين السيوطي، علماء أعلام جلسوا في هذا المكان. كم واحد صلى في الجامع ده؟ شوف، من 21 هجرية إلى 1445 هجرية، شوف كم سنة، شوف كم سنة، كم واحد سجد هنا؟ احنا يمكن بنسجد الآن في أماكن مشى فيها الصحابة، في أماكن سجد فيها أصحاب رسول الله، لكن المكان اللي احنا جالسين فيه الآن جلس فيه الإمام الشافعي، وجلس فيه الليث بن سعد، والعز بن عبد السلام، ولكنهم أفضوا إلى ما قدموا. كل من هو على ظهر هذه الدنيا لابد أن يرحل، لكن العبرة بالإيه؟ بالعمل الصالح وحسن الختام. لن ينجي أحد منكم عمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك العبرة بالختام الحسن، إنما العبرة بالخواتيم. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. العبرة بالخواتيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يبقى نتعلم من قصة اليوم أن البكاء يجوز على الميت. لما يموت لك ميت ينفع تبكي عليه، زي ما بكت السيدة فاطمة، وزي ما بكى الصحابة، وزي ما بكى سيدنا أنس. وأن النعي يجوز بعد موت الميت، زي ما السيدة فاطمة نعت النبي لسيدنا جبريل. وأن الميت يشعر بالأحياء،
وأن الميت يستبشر عند الموت، يجي له ملائكة بيض الوجوه يستبشر، لأنه سيرد على رسول الله الجنة، هيبقى مع النبي ومع الصحابة. وهذا قول الله جل وعلا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تلاقي الميت وهو بيموت يقول كلمات انت مش فاهمها، لان خلاص انكشف الحجاب وانكشف الغطاء ويرى ما لا نرى، لان الحجب انكشفت عن الميت، يرى مقعده في الجنة او المقعد الاخر والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت الحسنى وزيادة. اللهم ارزقنا جوار رسول الله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.